رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، لا سيما بضعتك المهضومة المظلومة. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولست أنسى زينبا ودوام محنتها وطول عنائها، طورا على القتلى تنوح وتارة تحنو محافظة على أبنائها. عن كربلاء وبلائها، سل كربلاء عن كربها وبلايا، جينا ننشد كربلاء مضيعين بيها زينب قالوا ميسرين. اليوم شنو حال زينب؟ تنقل من بلد إلى بلد، جينا ننشد كربلاء عليها نعتب ونقول هذي رجال وتدور غليب. حرمة زينب ليش مطلوبة بذنيب؟ فوق جتل حسين وميسرين، يسروها ولالها واحد فزع وسار حاد يضعونها بليل وقطاع. جينا ننشد وين ابو فاضل وقال ما تدلون الشريعة وين؟ عدوا معتاب ويا العباس كفيل زينب، وين رحت عن زينب سيدي؟ بس اشوفه والعتب مني يزود واضربوا فاضل على النخوة يجود، حق عذر يقول مقطوع الزنود، حال ملك الموت بينه وبينه. اردن جديد كربلاء عن النزل، بالله خبريني وقولك ما يزيل، زينب ترج باليتامى على الهزيل، يوه علي السجاد قام يعين. أردن جدش كربلاء عن النزيل، شلون ضعن الحرم شال بلا جفيل، وان شان قلتي لي يباريها العليل، بالمرض مشدوه وين وينها. أردن جدش يا كربلاء، أردن جدش جاوبيني بالصحيح، وين وقفت زينب وقامت تصيح؟ يا حسين قلب يا كتر نايم طريح، هذه عرسة كربلاء وتفصيله،
يا هذه عرصة كربلاء يا وتفصيل كأني بزينب تقول أنا اللي شفت نارين لكن نار أشد من نار نار حرقت أخي منها ونار حرقت باب الدار أنا أم الخدر زينب نهل طلعت مفجوعة وأنا اللي شفت شفين للعباس مقطوعة وأنا اللي شفت أخوي حسين من مرض الضلوعة وأنا أم الخدر زينب سهم الدهر صابني وتشاطرت هي والحسين بنهضة حكم القضاء عليهما أن يندب هذا بمشتبك النصول وهذه من حيث معترك المكاره في السبأ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إلى شرف النبي وآله رحم الله من يصلي على محمد وآل محمد اللهم الله أجوركم وأجورنا أيها الإخوة المؤمنون بمصابنا بزينب الكبرى هذا اليوم بدأت مصيبة جديدة وازت مصيبة الحسين أسا ألما فجاعة مرارة وهي سبي ذراري رسول الله سبي زينب اللي ما كان يرى خيالها صلوات الله وسلامه عليها تنقل من بلد إلى بلد يتشرف وجوههن القريب والبعيد والشريف والدني ليس من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي لذلك لابد أن يستمر حزننا وألمنا وبكاؤنا فثواب الباكي على مصاب السيدة زينب كما روي عن رسول الله كثواب الباكي على مصاب أخويها سلام الله عليهم أجمعين نسأل الله التوفيق في إقامة العزاء على زينب في البكاء على زينب في زيارتها في الفوز بشفاعتها يوم يقوم الحساب بحقها عند الله وببركة وثواب الصلاة على محمد وآل محمد حينما تقرأ سيرة السيدة زينب وجهادها وحياتها وما قامت به من دور عظيم تجد أن دور السيدة زينب هو مكمل لدور الإمام الحسين صلوات الله وسلامه ليس تابعا له إنما مكمل يعني المشيئة الإلهية حينما خطط للثورة الحسينية لهذه الثورة الإصلاحية العظيمة الكبيرة التي أحيت سنن الأنبياء والديانات السماوية والحياة الممتلئة بالفضائل تكون السيدة زينب شريكة ومكملة لهذه المسيرة الإصلاحية العظيمة التي خطط لها الله سبحانه وتعالى ونفذها أبو عبد الله وأكملتها السيدة زينب عليه الصلاة والسلام لذلك نحن نعرف أحبتي دور الإنسان وقيمته وقدسيته من خلال ما يقوم به من عمل فنرى أن السيدة زينب تاريخ حياتها مليء بالعطاء لكن الدور الأمثل والأعظم التي قامت به هو بعد خروجها من مدينة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
إلى كربلاء ثم السبي إلى الكوفة والشام ورجوعها إلى المدينة المنورة. طبعا السيدة زينب روحي فداها، هذه المرأة الصابرة التي لا يتحمل أحد حتى من الرجال ما وقع عليها، يعني المصائب والمرارة التي وقعت على السيدة زينب لا يتحملها أي إنسان. والسيدة زينب هي خاتمة النساء، يعني خاتمة الرسالات ختمت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخاتمة الإمامة ختمت أو ختم الإمامة بمولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. وخاتمة النساء يعني دور كل النساء اختتم بالسيدة زينب، فلم تأتي امرأة بمستوى عطاء السيدة زينب بعد مولاتنا عقيلة بن هاشم، فهي تأتي بالدور الثاني بعد أمها الزهراء اللي هي أعظم امرأة وهي سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها، ثم تأتي من بعدها السيدة زينب. ومولاتنا العقيلة زادت على أمها، ليس تفضيلا إنما زادت على أمها. كيف يكون ذلك أحبتي؟ لاحظوا أن السيدة زهراء ظلمت ظلما عظيما بعد أن ظلم رسول الله، يعني المستوى الأعلى يظلم وبعد المستوى الأدنى يكون ظلمه طبيعي عادي. هم تجاسروا على شخص النبي صلى الله عليه وآله حينما قالوا اتركوه إن الرجل لا يهجر، جسارة صارت، ودسوا إليه السم أيضا قتلوه، ما منا إلا مسموم أو مقتول. بعد اللي أقل مستوى من النبي كفاطمة الزهراء كنا قضية طبيعية جدا. فنشوف شنو اللي زادت السيدة زينب على أمها والمرارة التي وقعت والظلم الذي وقع عليها. هذا قلت ليس تفضيلا على أمها ولكن قضايا وقعت فعليا. لاحظوا أحبتي أغلبكم رايح المكة، عفوا المدينة، ويعني من يحج أو يعتمر يمر بالمدينة يرى مسجد النبي. مسجد النبي صلى الله عليه وآله كان يحيط به بيوت الصحابة، كل بيت بباب يدخل على المسجد، إلى أن أمر الله سبحانه وتعالى أن تغلق جميع الأبواب إلا باب فاطمة سلام الله. باب فاطمة بابي وحجابها وسد الأبواب إلا باب. فالمسافة من خروج الزهراء إلى المسجد مسافة جدا قصيرة، بينما ترى المسافة التي قطعتها السيدة زينب سلام الله عليها من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام على نياق هزل أضلع حتى يؤذون بنات رسول الله. هذا أولا. الزهراء كان موجود الحامي حتى يحامي عن الحسنين، هذا بس الحسنين سلام الله عليه، لكن السيدة زينب ويا 82 طفل وعدها وصية من الحسين كنت تحفظ الأطفال، تحفظ ثلاث واجبات مهمة عندها بالحفظ، حفظ الأطفال والنساء والعيال. لذلك في كربلاء من هجمة الخيول كل النساء يهربن إلا زينب وقفت بباب زين العابدين. يقول الراوي تنظر يمينا وتنظر شمالا وتنظر إلى السماء وتضرب كفا على كف. واحد قال ما لي أراك واقفة أمت الله، قالت عندنا عليل في هذه الخيمة ولا يمكن أن أترك، أكو وصية، حفظ العليل، حفظ الأطفال، حفظ النساء. لذلك ساعة تطفئ النار من على ظهور النساء، ساعة تنقذ الأطفال من تحت حوافر الخيول، وساعة تحول بين المرء ودخول بين الأجلاف الأوغاد ودخولهم على الإمام السجاد اللي حاولوا قتله رمت بنفسها وحمته من القتل بأبي وأم. هاي القضية الثانية. القضية الثالثة، إذا السيدة زهراء ضربوها بصوت واحد فالسيدة زينب
ضربوها سياطا عديدة، سياطا كثيرة، هم عليها وهم على الأطفال اللي كانت تشقف عنهم تلك السياط. بعد القضية الرابعة أن الزهراء لم تكن تسمع شتم أبيها. من يجرؤ كان يشتم النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأوغاد؟ لكن السيدة زينب كانت في الطريق تسمع شتم أبيها، تسمع شتم أمها فاطمة الزهراء. مو تتصور هاي القضية هينة. علي بن أبي طالب سيد الوجود بعد رسول الله، فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. لذلك السيدة زينب زادت على أمها من الظلم والمرار. لكن هذه السيدة القوية الجلدة لبوة علي بن أبي طالب مرت عليها مواقف ألمت قلبها وأدمعت عينيها. واحدة من هاي المواقف اللي مرت على زينب في هذا اليوم حينما أرسل ابن سعد اللعين جنودا، قالت مولاتنا العقيلة سألتهم ما سبب مجيئكم؟ قالوا جئنا نركبكن على النياق. صاحت سود الله وجهك يا ابن سعد، هؤلاء يركبوننا بعد عيني أبي الفاضل، أرجعهم نحن يركب بعضنا بعضا. أخذت تنادي عليهن واحدة واحدة تركبها على الناقة إلى أن بقيت وحيدة تلتفت يمينا شمالا لم تجد. أين أنت يا أبا الفضل حتى تركب أختك زينب؟ أخي أنت الذي أخرجتني من منزلي، أنت الذي أركبتني في محملي، قم الآن وركب أختك. تقول له يا عباس من تلي جبتني، وبيدك يا أخويا ركبتني، طول الدرب ما فارقتني، خويا بس ما رحت عني وعفتني، خويا بني مية ولتني وصياط زجر ورمتني. فحينما نظر إليها الإمام زين العابدين قال عم لقد زدتيني هما فوق هم وكربا فوق كربي، أنا أركبك يا عم. صعد عمت على كتبه أركبها الناقة. الموقف الثاني حينما مروا بهن على القتلى. ليش مروا بهم على القتلى؟ بلكي زينب تشوف الحسين وتموت من الألم من الهم. أرادت أن ترمي بنفسها على جسد أخيها. ناداها زين العابدين عم زينب ارحمي حالي، ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة. يعني تقولها كان الإمام مكبل الجامعة في عنقه ويديه، قطعة خشب تجمع الرقبة واليدين، وكانت مسامير تخرج من الجامع تحز رقبة الإمام. ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة. امتثلت لأمر إمامها، التفتت نحو الجسد، قالت أخي بعد أن سلمت عليه لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك ولو أكلت السباع لحمي. لكن أنت موصيني بالعيال بالأطفال بالعليل، فكيف أتركهم؟ وإلا لبقيت عندك. واحد بالله عليكم عند ميت يعوف، أكو واحد مله بالعالم بالدنيا بأي شعب من الشعوب، حتى ذول الفاسدين المنحرفين لا يتركوا موتاهم هكذا على الأرض، يدفن إكرام الميت دفنه. لكن الإمام الحسين بقي 3 أيام بلا غسل ولا كفن تصهره حرارة الشمس. بالطريق وصلوا الكوفة، دخلوا الكوفة، تجمهر أهل الكوفة يتفرجون عليهم. تقدمت أم كلثوم من شمر اللعين
قالت: يا شمر، لي إليك حاجة. لكن اللئيم ما يصير تطلب منه حاجة. عندنا بيت داري مهاجبين، يقول: خل نفسك بعز دوم بالك تذلها، لا تطلب الحاجات إلا من أهلها. لكن هؤلاء لؤماء أو غاد أو باش. قال: ما حاجتك يا ابنة علي؟ الكوفة كانت عاصمة كبيرة، 8 مليون نسمة، الناس متجمهرة. قالت: أن تقدم الرأس أمام الحرم. أولا ودينا في طريق قليل النظارة، يعني العقود الفروع اللي ما بها أحد، وتقدم الرأس أمام الحرم حتى يشتغل الناس بالنظر إليه، فوالله لقد خزينا من كثرة النظر إليه. شمال الناس تتفرج علينا، عمت عين اللي يصد بالعين لينا، يخسل قال للغايب ولينا، وراس على الرمح لينا يتفكر. كان الرأس لا يفارق النظر إلى عياله، إلا بالشام أغمض عيني لكثرة الراقصات التي كنا يرقصن ويضربن الدفوف ابتهاجا بقتل الإمام الحسين. الموقف الرابع اللي ألم قلب السيدة زينب، أو الثالث عفوا، هو حينما أوقفوهم في وسط الكوفة، وجاءت كل قبيلة تخرج نساءها من الركب. والله لا تسبى نساؤنا أو نحدم الخيل حدما دونكم النساء. أجت بني أسد أخرجوا نساءهم، مذحج أخرجوا نساءهم، قبيلة تميم أخرجوا نساءهم، بقيت بنات الرسالة. أين بنو هاشم؟ أين العباس؟ أين الأوفياء حتى يخرجوا زينب من الأسر؟ وأن التفتت إلى جهة الغري تشكو إلى أبيها أمير المؤمنين، تقل له: حيدر يا أبويا ما تجينا، وتشوفنا شلون نسبينا، سبايا 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 ونتستر بدينا، والناس تتفرج علينا علينا، وزين العباد مقيدين. يبكي يبكي ويتلفت بعينه، ويصيح ابويا حسين وينه، ويصيح ابويا حسين وينه، ابويا انت انصبيت واحنا يا هي انسبينا. والموقف الأخير، مواقف كثيرة لكن أنا أختار من المواقف، في تلك الخربة التي ليس فيها سقف، حينما جاءت هند زوجة يزيد ومعها جواريها نصبوا لها عرشا، جلست تتفرج على تلك النساء، شافت وجوه غريبة وعجيبة، نور يسطع منها لكن أخذها التعب والغبار. سألت زينب عليها السلام وكانت متنكرة: من أي الأسارة أنتن؟ قالت: نحن من المدينة. قالت لها هند: المدائن كثيرة، أي المدائن هذه؟ قالت: من مدينة رسول الله. قامت هند جلست على الأرض، هاي كانت خادمة يوم من الأيام في بيت زينب، لكن هي على كل زوجة الملك الآن. قالت: أخي، سألتها زينب: ليش قعدتي على الأرض يا هند؟ قالت: احتراما لمدينة رسول الله. قالت لها: أخي، أسألك عن بيت عزيز على قلبي، أسألك عن سيدي أبي عبد الله، أنا كنت أخدم في بيته، أسألك عن مولاتي زينب، أسألك عن أبي الفاض. كل ما هن تسأل مولات من العقيلة يزداد بكاها. قالت: عجبا، كلما ذكرت اسما ازداد بكائك. قالت: يا هند،
إن كنت تسألين عن الحسين فذاك رأسه معلق على باب يزيد. أيوا إماما، أيوا سيدا، أيوا مظلوما، وإن كنت تسألين عن أبي الفضل فذاك رأسه على الرمح، وإن كنت تسألين عن زينب فأنا زينب، أنا زينب اللي يحشون عني ونسليت المصايب ما سلني، مصايب حسين الدوهنني نزلا على عيوني وعمني، يا نزلا على عيوني وعمني. والموقف الأخير في تلك الخربة حينما نهضت السيدة رقية من نومها فزعة، مولاتنا العقيلة كانت جالسة ولعلها كانت تهدي وردها الليلي، قالت لها: عمة أريد رؤية أبي الحسين. الله. قالت لها: عمة قلت لك إنه في سفر طويل. قالت: عمة الآن كنت جالسة في حجره يلاطفني يكلمني يمسح على رأسي. اشتد بكاء زينب، جلست النسوة من أثر البكاء. حينما سمعنا البكاء وصل الخبر إلى يزيد اللعين. ما الخبر؟ قالوا: طفلة للحسين تريد رؤية أبيها. شوف اللعين يريد يسكت، هذا صوت الثورة. قادتها السيد رقية من تلك الخربة، ثورة ثورة ضد يزيد، ضد طغيانه، ضد جبروته، ضد الظلم الذي قام به. ما عندها سلاح ولا جيش إلا تلك الدمعة وتلك العبرة والبكاء الذي كانت تبكيه على أبي عبد الله. يزيد أراد أن يسكت هذه الثورة، هذا الصوت اللاهب، ما دزلها الجيوش، إنما أرسل إليها رأس أبيها حتى يسكت هذا الصوت ويخمد، لكن هذا الصوت بقي ويبقى مدويا إلى أبد الدهر، صوت المظلوم. الله أكبر. قال: خذوا لها الطشت الذي فيه الرأس. جاءوا بذلك الطشت وضعوه أمامها وكان مغطى بمنديل، ظنت اليتيمة أنه طعام. قالت: عمة لقد عزفت نفسي عن الطعام، أريد رؤية أبي الحسين. قالت لها: بني ارفع المنديل سترين أباك. رفعت المنديل، آجركم الله، رأت رأس المولى، أهوت عليه تشم تقبله. أبا من الذي قطع رأسك؟ أبا أبا من الذي حز وريدك؟ أبا من للنساء الضائعات؟ أبا من للنساء المسبيات؟ أبا من لليتيمة حتى تكبر؟ بينما هي تنادي أبا أبا وإذا بالصوت قد خمد. أويلي، هوت للرأس، شمت رأس أبوها، هوت للرأس، شمت رأس أبوها، اجوا ليها اليتيمة وحركوها. آه، لن من البكي لا نفس بيها، وصاحوا كل فريد مثلي هيك عساني. جاءوا لها بمغسلة، جردت ثيابها، شافت على جسدها آثارا زرقا. قالت: أنا لا أغسل هذه اليتيمة، أخشى أن فيها مرض. مولاتنا العقيلة قالت لها: أخي والله ليس فيها مرض، إنه من صياط أهل الكوفة،
إنه من سياط أهل الكوفة أوالي سياط والرمن جسم الزكية سياط والرمن جسم الزكية بيها ضربة والطفل رقية يا بيها ضربة والطفلة يا يا رقية نفس الأدوار لكن اللي يدون هالأدوار يختلفون نفس المنهج نفس الدور لذلك موتاتنا العقيلة حينما رجعت إلى كربلاء جلست عند القبر تكلم أخاها أبا عبد الله تقول أخوي أبا عبد الله أنت أوصيتني بحفظ العيال بحفظ الأطفال وأنا حافظت عليهم لكن خوي أخاف ما تشوف رقية مع الأطفال لقد سبقني القدر إليها في الشام دفنتها في الشام اذقل اذقل عن طفلتك لو ناشدتها تخبرك ودمعتها تكتها يا بالشام يا ابن أمي هي دفنت لكن جايب الظهر أمانة من رقية شو تقول أمانة أمانة صرت يحسين لأطفالك ونعم الأم صرت يحسين لأطفالك أم أنا أمانة وفقد كل واحد بفقدك أمانة اجيت وجبت وياي أمانة شنو ثوب الذي ماتت بي رقية يا ثوب الذي ماتت بي يا رقية سيدي يا فرج الله أفلا يهيجك أن ترى أيتامكم محمولها يبكي على ماشيها أفلا يهيجك أن آل أمية هندا تصون وزينبا تسبيها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه صل على محمد وآل محمد وعجل في فرج آل محمد وفرجنا بهم يا الله اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا إلي يا الله اللهم اجعل هذا البلد آمنا اجعل العراق وسائر بلاد المؤمنين آمنة مطمئنة يا الله احفظ زوار الحسين وخدامه وشيعة أمير المؤمنين وفي كل مكان من أرجاء المعمورة يا الله واجعل كيد من يريد بهم سوءا في نحره مراجعنا العظام الكرام في مشارق الأرض ومغاربها اللهم احفظهم وأيدهم وسدد خطاهم لا سيما آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي مد ظله وارحم الماضين منهم لا سيما آية الله العظمى السيد محمد الحسين الشيرازي قدس سره وارحم السيدين الجليلين السيد حسن الشيرازي والسيد محمد الشيرازي قدس سرهما سادتي مشايخي إخواني الحاضرين المستمعين شيعة أمير المؤمنين اللهم احفظهم فردا فردا وسع عليهم من واسع فضلك ورحمتك اقضي حوائجهم يسر أمورهم أحسن عواقبهم واجعل ثوابهم الجنة المؤسسون والقائمون والخادمون في هذا المجلس اللهم احفظهم وأيدهم وسدد خطاهم إلى أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين
ومن مات على الإيمان وأمواتي وأخص بالذكر مولاتي وسيدتي أم البنين والشهداء الأبرار. رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات.